اسمك ايه يا ولد؟ اسمعي بقى طول الطريق وانا بفوت لك، انما حكايه ولد دي. سلام عليكم. انت زعلت؟ ابننا قدك كده وفي الجامعه بنقول يا ولد. انا مبسوطه منك يا ولد، علشان كده انا هعينك بدل الولد المجنون اللي رفضته. لا ما تشكش تاني، التاكسي بتاعي مريحني. انت مش وشي نعم فاري من يوم استهانم. متشكر، انا وصلتكم مروه. وانا عينتك مروه. ابقى خد اليونيفورم من شنطه العربيه وتجيلي بكره موضب وجاهز. خلاص بقى وما تخافش، مش هنقول لك يا ولد. شرط نور. امسك يا ولد. ازيك يا سوسو؟ ازيك يا بيه؟ اه البير صغير وصل في اوضتي هاني. مقادي وقف الصوت شويه، انت بيمتحن واعصابه مش مستحمله، انت سافر. النوم احسن. جبت الترمو سيستا قالي. شربات. بقولك ايه؟ ما نتقابل عندك في البيت. لا بقولك ايه، في الكباريه بيجيلك اكتئاب، الناس كلها بتقعد تبص لك، بيبقوا عايزين ياكلوكي بعينيهم. فايق. اوكي مسيو. كلم مين يا فايق؟ ده البروفيسور عندنا في كليه الاداب بتاع الادب الفرنساوي. ادب الفرنساوي ولا قله الادب؟ مش عيب عليك؟ انت بقالك 5 سنين في الليسانس. ايه؟ ذاكر لك كلمتين ينفعوك. فايق شادت حيله؟ شادت حيله قوي. اه طلع لك هذا الشبل من ذاك الاسد. اه ايوه بيفكرني بماضيك المهدد. احنا هنعيد المحاكمه من تاني، انا مش تبت. تبت بعد ما ضيعت فلوسك وارضك في الهلس، ولو كنت انا طوعتك كان زماني كمان بعت ارضي ودايرين نقول لله يا محسنين. اخدت جزائي وعشت وشفت اليوم اللي مراتي بتديني فيه مصروفي. يا لطيف بقى ما تقلبيش معاك اهو، ده اللي انت شاطر فيه. نام. صباح الخير. صباح الخير يا حاجة. يسعد صباحك يا ابني. بص الحظ، انا تعينت النهارده عند ناس اماسي وسلموني بدله الشغل، فكنت معزوم في مقص وابره وفتح عشان اقيفها، بس تبقى على قدي، اصل النهارده هحسن الشغل. الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا حاجة. بقول لك يا حماد، هتظبطها لك على المكتب. مش على الشغل دلوقتي؟ لا لسه بدري. الله يبارك فيك يا حاجة. ولد رفيع. بقول لك يا حماد، عامل لك تانية في الكوم مقدر طولت ولا حاجة؟ ما هو بصراحة هتبقى خدمة للي هيجي بعدي، لأن أنا حاسس كده إن أنا
مش هكمل مع الناس دول. يو انت لسه لحقت. بقول لك ايه لام، بيت اخر حلاوه، اللي يشوفك يقول عليك مقدم شرطه. مقدم شرطه ايه؟ ده انا بركب عربيه ما ركبهاش اجا اصلا لوا. بقول لك ايه؟ افردنا في البنطلون بالمره. حلو البنطلون كده قوي قوي. الله اللوز. ايه الايافه دي؟ ده احنا عدينا. انا جاهز. اه ظالم، ربنا هيحطك في قدر على مقاسك ويدسك في مستوى جهنم. بس يا حماده الاسعار ولعت. ايه انت كمان ضربت مبيعات وضربت دمغه؟ يا اللي خشم هاتوا. هتوصل الجامعه ازاي يا ماما؟ بدايه لما زمايلي يشوفوني راكب الانتيكه بتاعتك دي. ولد لازم تفتخر، عربيه المرحوم الباشا جدك كانت تالت عربيه من نوعها تدخل مصر. انا اروح الجامعه راكب جمل، مركب من مراكب الشمس، موتوسيكل، عجله، اي حاجه الا العربيه دي سبب فشلي. السواق الجديد اتفضل. الحمد لله على السلامة. هتيجي بدري عن كده شوية عشان الولاد يروحوا الجامعة. تأخرت ليه؟ ما لقيتش دواء يا فندم فلفيت كتير. ايه ده؟ هو الجورنال مكرمش كده ليه؟ ها؟ ما تشيل البتاعة اللي على وشك دي، مش شايفاك. اوعى تكون قريته، لازم تعرف اني انا بعرف. انا حتى فندم ما بعرفش اقرا. عملت طيب؟ عشان انتوا لما بتقروا بتفتكروا انكم اتنورتوا، تتفرعوا وتطلعوا فين؟ يا عم يا كده بعتلك الباشا. هو يا عم ده موسى ولا تعور؟ وكمان بتقلي ادبك على المرحوم بابا؟ مش بتاع بره، بره انت مرفوده. مرفوده مرفوده، ومن قالك ان انا عايزه اقعد هنا يا مستريه؟ انت شايفين من نفسك؟ حماده انت واقف تتفرج؟ شيل الباشا من الارض. ما تعمليش في نفسك كده يا لطيفه، معلش دي حاجه بسيطه. معلش جات لي ازمه ماما، هاتولي دواء القلب. بابا دواء. كوبايه ميه يا ابني، كوبايه ميه يا ولد. صدقيني ماما دي جراحه بسيطه كده والباشا هيبقى كويس قوي. يلا شايف الارض دي كلها يا حماده؟ كانت بتاعتنا قبل الثوره. طفال باشا الله يرحمه كان عنده 3000 فدان، سابوا لنا 200 ولعب والباقي للتس. كنت جولي زبور وكم شايف ايه؟ ازاي وديابل؟ هو انا جالي القلب من شويه يا حماده؟ البلد باظت، البت زينب الشغالة توصل بيها الدرجة انها ترد علي انا؟ دي علامات الساعة سلافاندي مونت، يعني القيامة هتقوم خلاص. فهمني طبعا انت يا حمادة، فاهم طبعا القيامة هتقوم، فهمني. واحنا في العزبة النهاردة يا حمادة هدور على بنت ما تكونش لمضة زي زينب دي. انا بقى اللي هربيها على ايديا. البنت اللي لابسة منديل احمر دي مش بطالة. ليه بقى حظها من السنة؟ دي يتيمة واهلها غلابة ما هيصدقوا. بنت يا فتحية تعالي بوس ايد ستك يا بيت. هتزوريني سيدنا الحسين والسيدة نفيسة يا ست؟ ان شاء الله. الله ربنا يخليك ويكرمك يا ست. كتير. حاضر يا ست تأمري بيه. حاضر يا ست تحت امرك. مش هوصيك خلي بالك. ها
انت وراك رجاله يا ست هان. ايوه حاكم الحراميه اليومين دول كتروا. ايه ده؟ تعملي ايه هنا؟ في زومي من عربيه الباشا وما يقعدوا قدام. يلا ايه اللي انت جايباه ده؟ ارميه ارمي الحاجات دي. ارمي الحاجات دي يلا بسرعه. تفضلي. تشكر يا سعادة البيه والنادي بيه خايفينها في السواقة. في السواقة بس ما تقطعيش عيشي. حظك حلو قوي النهارده، بقيت ناطش مني 3 جنيه. 3 جنيه؟ 3 جنيه ايه؟ يا فورة، ده أنا كنت بلعب الفولة في كلوب محمد علي ب 100 جنيه و 200 جنيه. الجنيه بتاعك النهارده بجد ايه؟ ما بيشتريش إزازة مية، إيدك على الجنيه لازم أروح. ما دام كسب يبقى عاوز يروح. إيه مش هتطبق؟ هو الشمشم على كام النهارده؟ 9. كان لازم تستحمل الديتول علشان تنبطي، امال هتقعدي عندنا ازاي بعبلك ده؟ انت واقف كده ليه؟ بتبص عليا ليه الادب انت؟ حرام عليكم، البنت هتنطس والله هطلب لكم بيت النادي. يا ماما بس يا ماما جبت هدومي فتحية. امشي. الشعر الطويل ده بلدي وبيلم حشرات. انا هقصيلك علشان تبقي بري مودرن. يا ستة يا ستة اجيب العار لاهلي مش يعرفوني في البلد. امال ايدك يا ستة تمشي. ست لطيفة. طيب يعني قولها مين حضرتك؟ تقولي لها جوزي؟ يا دوري يا دوري انا اسفة انا اسفة دكتور. يا دوري دكتور انتي مدام متمسكة بالدستور يبقى لازم جيتي مع ست هانم من البلد. ايوه خدمتك فتحية يا سيدي. مبادل غصب عني يا لطيفة، احنا كنا قاعدين في الكافيه بنلعب الطاولة مع اصحابه، واحد فينا عنده القلب مسكين جات له الازمة فطلبنا له عربية الاسعاف عشان توصله، فلما وصلناها الدكتور طمنا عليه والحمد لله كان واجب. لو انت مكاني هتعمل ايه؟ لو اتأخرت مرة تانية عن الساعة 9 بات مطرح ما كنت، وده اخر انذار. أنا كمان يا لطيفة بنظرك، البنت اللي أنت جايباها من البلد دي خطر. إيه خطر عليك؟ على ابنك، وهو خطر عليها. لا أنا اخترتها شكلها مقبول كده مخصوص علشان الولد يقعد في البيت ويهتم بمذاكرته. يعني يذاكر ويتسلى.
جوه في الصالون. حاضر. بياع جرايد باور دم 6 هان، صوري الجرنان ده ب 25 قرش. طب وانت زعلان ليه؟ وانت بتعرف تقرا؟ اصل بعد الواحد يقرا لك اشتغال كوره. كيف مهبب بقى؟ زمان الجورنال كان بقرش ساخ، دلوقتي على ايامكم السوده بقى ب 25 قرش. ربنا يوفقك يا فندم. حماده. ايوه يا فندم. انا عايزك توصل الست الصغيره الكليه لان اجازه نص السنه خلصت خلاص. حاضر يا فندم. انت عارف انا بدفع لك مرتب كبير ليه؟ علشان تاخد بالك منها كويس قوي. انا عايزك توصلها لباب الكليه وتستلمها من باب الكليه. انا اصلا اتربيت في عيله محافظه وما احبش ان بنتي تروح اي مكان الا باذني انا. مفهوم؟ استاذ حماده. عواطف. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي. انما تجيب. لقيت نفسي جنبك قلت اجي اوصلك. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده عقبال منين؟ يا بنتك. قوي. من يد حيلة كان نفسي اوصلك بالعربية لحد باب الشقة والله. هشوف معايا فكة ولا لا؟ عايز كام؟ تعرف اللي انا عايزه. بقول لك ايه بالنظرات والعبرات والحاجات دي اختش. طب افضل اختش لحد امتى انا بس؟ اي طلباتك على النوت الحساب يجي. حساب تقيل قوي. بقول لك ايه حقك هتاخده بالاصول. ماشي ماشي يا جميل. ربنا يجعله من نصيبك يا بنتي. كان عليها بالعربية يا اسطى. ابني كل يوم بيوصلها بالدرس. قلبه عليها. يا عالم يا اتشر. ألف رحمة تروح لك يا زنت الملوك. مصر ما فيهاش خير. نسيت إن النهاردة ذكرى وفاته. الجرايد كلها ما بقاش عندها دم. كان المفروض النهاردة تنزل صورته بالبرواز الأسود. طول عمري. طول عمري مش هنسى ابدا قعدته على الكنبه دي وهو بيضحك من كل قلبه ويقول لي ها 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 يلا نتجوز يا طفطف. لازم اخدك من جوزك واتجوزك يا لطيفه. يا خسارتك يا خسارتك. لازم قال كده من ورا بابا لانه لو كان سمعه كان لطشني. سي انتو افكار عيب. ده مولانا. بنزين خلص يا حبيبي. والموتور بياكل زيت ومتقطع. انت اللي رقاصك كسرت وسطك ورايب حفايه يا صاحب السجن. اسمع يا مصطفى، انت دلوقتي بعت البيت ومعاك فلوس قد كده،
واحنا مسؤولين منك، عايزين سهره كل شهر. واسمع يا مصطفى، يا درش يا درديشو، انا لما كنت بتنزلني كنت بسلفك صح؟ لو ما اتزني انا بقى تطلع جدع معايا حبيبك. بقول لك ايه، قوم روح روح، انا عازمك على كاس مش على برميل. دني حسني واحدة ونص، يلا حبيبي على بيتك، ده انت عندك حضر تجول. يخرب بيتك يا درويش، ده انا عندي ناس ولازم اعمل تليفون. درويش هات لنا علبتين سجاير وحتة حشيش، ويا رب ما ترجع ويمسكوك. ايوه يا لطيفه، انا حسني. ما تقلقيش يا ستي، انا معلش انا بتكلم من كشك سجاير جنب عمر مكرم. انت فاكره صاحبنا اللي كان تعب المره اللي فاتت وجات له الازمه واحنا بنلعب طاوله؟ المره دي بقى معلش تعيش انت، ولازم نقعد شويه علشان نعمل الواجب. عامله الذكرى في بيتي وجوزي مش موجود. اصل نسيت اني ارمله. اوعى توريني وشك تاني، فاهم؟ ما تنساش يا حماده ان احنا كنا بنعزي في عمر مكرم. بس في عمر مكرم بيفرقوا سجاير وقهوه ساده مش ويسكي، وراحتك يعني دي المصيبه. ولطيفه دي بتشم من بعيد زي القطط. والعمل ايه يا حماده؟ سعاده الباشا، العمل انك تعمل ثوره تصحيح، تصحح وضعك في البيت. لازم كل السلطات تبقى في ايديك، انت راجل البيت وانت راجل زي الفل، اشخط فيها اشكمها. لا لطيفة، ارجع وقت ما انا عايز اشرب فودكا، اشرب عرقسوس قصب، امشي على رجلي وايديا فوق رجلي تحت، انا حر. اذا بغبغت معاك بالكف صعبة شوية دي يا حمادة. ما تفتكرش ان انا ضعيف وجبان قدام لطيفة، لا، هو بس انا يعني بدلع. طيب استلم بقى. اضرب الكلاكس يا حمالة، اضرب الكلاكس. دي عاملة تعمليها يا لطيفة؟ قولك يا باشا، ايوه الفرصة جت لغاية عندك تكسر السلسلة والقفل ده وتقتحم عليها اوضة النوم والشراب طالع من عينيك بقى. انا مش هقولك تعمل ايه، بس هو في حاجة انت ناسيها يا حمادة؟ لطيفة عندها القلب، لو عملت كده ممكن تضيع فيها. مش بقى غير انك تنط من على السور او تنام في عمر مكرم. انت بتحاول عليا يا ولد. اسف يا باشا. طيب نام احسن في الكباري، اصحابك لسه هناك ومستعدين يقبلوا فيك العزاء. ايه رايك؟ يلا اهي ليله سودا. زودتيها يا لطيف. مش لطيف وما تلزقش. احنا لسه في عمر مكرم؟ احنا في سيدة نفيسة، فوق بقى بقينا الصبح. طب انا دلوقتي اخد حمامي ازاي بقى؟ اتني ظهرك للترعة. انت اخدت عليا قوي يا حماده، لكن معلش انت بقيت صاحبي بقى. مين اللي كان يا باشا؟ ده انت الصبح عمال تقول يا لطيف يا لطيف. يا اخي والله الظاهر يا حماده ان انا كبرت وما بقيتش استحمل الشغل، كمان الموقف متأزم قوي مع الشغل. احترم نفسك وطردها من الصلاه زي ما طردتك من حبيبي فوق، وزي ما يحط قفل حط قفلين والبادي اصلا. ازاي بس؟ ده القصر بتاعها يا حماده وملكها. وبحافظ على كرامتك بقى وما تعطيش الصلاة دي تاني، انا من رايي كده. اروح فين بقى وانا الفلس وعلى الحديده؟ اشتغل، احنا في زمن اللي اشتغل هو اللي يستحق نعمته. انت عمرك ما اشتغلت يا باشا؟ ابدا، عيب عندنا في العيله اشتغل، الفقراء بس هم اللي بيشتغلوا. حماده يعزمني في العيله على الفطار. الله
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غافر الذنب ويا قابل التوب. عجبك؟ يلا نقعد على القهوة بقى نحبس بشاي. لا كافيه كافيه وليه؟ ماشي. وكيفك يا حمادة؟ هاك لي وردة من دور تكون صغيرة كده. خد خد يا ريس. ورد جميل. أنا بفكر لك في مشروع يا باشا بما إنك بتحب الورد. تحب الورد ها؟ أنا أحب الورد أوي. طب إيه رأيك تفتح محل ورد؟ أنا أفتح محل ورد؟ أه؟ ابن حشمة باشا يفتح محل ورد وفيها ايه يعني ويبيع في السكك كمان مش عمل شريف جميل لا اكيد انت اتجننت يا حمار ولا يا باشا يعني انت غاوي ان الهانم تديك المصروف كل شويه بابا فين انت اتكلم والله يا فندم عرضت عليه انطته من فوق السور اتنرفز وشتمني وقف تاكسي وركب ومشي زي ما الادم سبته يمشي والله يا فندم ما قدرتش عليه بس هو كلفني ابلغك رساله ست هانم قول قال لك ايه؟ لا ما اقدرش لان دي كلام كبير و سيادتك تديني الامانه اقول يعني قول وخلصني واقول لسيادتك انك مقرفه ايه؟ انت مقرفه ومش عاوز يشوف وشك تاني وانه ما بيشتغلش مرمطون عند اللي جابوكي وايه تاني؟ وانه استحمل جنانك عشان خاطر قال لك ان مفيش فايده مخك ضرب انت مخك ضرب هو اللي بيقول يعني وان فاروق ايام فاروق لسه مع الشاشه في دماغك وفضلت تفشوري انك من عيلة الملك لحد ما صدقتي خلي بقى فاروق ينفعك ده انا خدت منك الامان بس لو تصادف وشفت البيه انا هوصله الالمين دول انت مفوت فتاة العربية بعتي لي حسابك في الجنينة عايزك جد يا ماما بابا ليه حق يطق ما تخلوش يمشي لو مش هيجيب سيرتنا ويفضحنا انا مش عايز اي حد يثبت فيا خصم عشان حضرتك 50% يا خبر عشان عيد ميلاد خطيبك كده مرة واحدة يا أنسة أنا مش بياع ورد بس أنا سفير حب عشان كده لازم أساهم في المناسبة السعيدة دي ميرسي قوي أنا هقول لكل أصحابي كل ما يعوزوا وردة حلو يجي لحضرتك السفارة ميرسي خالص بالسلامة يا فندم أهلا زي جو زيك يا حمادة اسكت يا حمادة ده أنا سعيد بكل جنيه بكسبه ميرسي لربنا وانت ميرسي يا حماده بس انا عندي مشكله في حياتي يا حماده هي مش خير هي البنسيون اللي انت نزلتني فيه السرير يا حماده فيه حاجات بتسحب كائنات حيه انا ما بنامش عفايا اتهرى سلامه قفاك يا باشا بس الهانم كمان ما بتنامش الا بمنور تفتكر قلقانة عليا؟ هي قلقانة على سمعتها خايفة ان جولفيدان هانم وشوكار هانم وبقية الطاقم اياه يعرفوا ان جوزها طفش منها لقيتك بتجري ورايا وبترشيني عشان ما اجيبش سيرة مصيبة بقى لو بنت الحسب والنسب والاصول دي يعرفوا ان جوزها بيبيع ورد مش عارف هيجرالها ايه بتاعت حلم عاوز ترجع تاخد منها المصروف تاني حلمة دي حسن يا احمد دي ايام سودة يا احمد الو حسني ايه عاملين ايه من غيرك واحنا اصلا كنا حاسين بيك وانت معانا اشتغلت طب والله كويس وفرت المصروف شروطي يا لطيفه عشان ارجع البيت اللي هقولهولك يتنفذ بالظبط تشيلي صوره فاروق وابوه وخسره والانتكات اللي انت حطاها دي ايه ايوه وتحطي صوره جمال عبد الناصر
ايوه جمال عبد الناصر وكمان انور السادات. ايوه دي شروطي عشان انا ارجع البيت. بيامرني هزولات حسني بيه بيامرني. يا ماما كان نفسي اكلمه. مفيش داعي. ما قالش وفينا ماما. ست هانم تديني الامان. في ايه تاني يا حماد؟ اصل في اخبار عن البيه هيتجوز. ما يتجوز ما يهمنيش. هيتجوز. انت جبت الكلام ده منين؟ من على القهوه يا ست هانم. واحد صاحبي يعرف ان انا بشتغل عندكم قال انه شاف حسني بيه خارج من الكباري الساعه 2 بالليل وفي دراعه ست كده غندوره. ركبوا مع صاحبي ده التاكسي فقال لي ان الست دي راحت سانده راسها على كتف حسني بيه وقالت له بمياعه احنا هنلبس الدبل امتى يا حسني؟ كلام الناس كتير. ده ابراهيم صاحبي اللي بيحكي لي انها كانت بتتكلم كده يعني. فحسني بيه قال لها بس ما افكر. قالت له انت تفكيرك بطيء قوي يا حسني. وراحت يا ست هانم ده ابراهيم اللي بيحكي لي فاتحه شنطتها وطلعت 200 دولارات وراحت راميهم له وقالت له حضر الفرح بسرعه يا حسني. صاحبك ده كذاب. ما صدقش انه ياخد فلوس من واحده ست. ده بيشتغل. والله يا ست هانم يبقى بقى بيشتغل عليها. على العموم انا قلت لك اللي انا سمعته وقت الحقيقه ما تلحقوش. ما تعملي له عمل استهان. افكار هي الحقوني الحقوني بسرعه. ابوكوا براح في شربه ميه. في ايه يا ماما حصل ايه؟ سيبه حصل ايه؟ سيبه يا ميلة بختك يا هرشه. في ايه يا ميلة بختك؟ بابا ماله حصل ايه؟ خلاص راح مات. يا ريت ابوكم ده فضحكم وفضحني. مين يا بنت؟ مين يا حبيبتي هيرضى يتجوزك وابوك راجل مجنون شايب ومتهور؟ روحوا دوروا عليه في البلد قبل ما يعملها. هندور يا ماما هندور بس فاهمين ايه الحكايه. اهدي يا ماما واحنا هنلاقيه وحياتك هنلاقيه. اهدي بس. الخريزه مبروك وعدوه يروح والنهار حفظك. حسن حسنين حسونة. ايه اللي بتعمله ده يا حمادة؟ انت اخدت علي قوي. هو يعني في ايه في جرايد؟ ايه اللي حصل يعني؟ الوزارة ماسكة الصيف. الوزارة تفوتكم بس وزارة لطيفة. اسمع الى حق شين. حق شين مين؟ حسني شوقي. عائلتك تتوسل اليك ان تعود الى البيت. نقبل كل شروطك واوامرك. الامضاء زوجتك وابنائك. تتوسل لطيفه لطيفه. تتوسل توسل لطيفه لطيفه. شايف الانقلاب يا حماده؟ تتوسل لطيفه تتوسل لطيفه. اصلهم مستنيينك عشان الاجتماع المهم اللي انتوا فيه هتعملوا مع بعض. وبعدين يا باشا شوف يا حماده انت تديني محمد علي وتوفيق. هات. ايوه انت بقى تشيل فاروق وابوه وممكن اسماعيل كمان ولا هيبقى كتير؟ أنا حطيت الصور في البدروم بس في مكان محترم جدا. يا حسني يا فندم انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته. ليه تقولي كده يا حبيبتي؟ ده انا بعزك. بتعزني؟ ايه رايك بقى ناخدها بحبوتها ونقول لها انك انت فتحت محل ورد؟ لا انت شرس يا حماده وشرير كمان. هي لسه فاقت من صدمه ان انا هجوز عليها رقصه في كباريه. عايز تقول لها ان جوزك بيبيع ورد؟ لا ايه حكايه البوكيه ده؟
شافك عملت حنت فيه، انت قررت تتشقى تاني ولا ايه؟ لا يا حماده، الورد ده رايح للورد. انا حسيت برضو كده. بس انت اللي هتوصله. وصله مين؟ الورد. لا انا ما سبقنيش اشتغلت الشغلانه دي. لا انت هتوصل. لا شوف حد تاني وصله لك. انت يا حماده اللي هتوصل. لا مش هوصل. لا البيع فندم لف كذا محل عشان ينقل سعادتك احلى ورد. فتحية خد الورد ده حطيه في الباص. حاضر يا عيني. زوجتي الحبيبة بكره يبعتك بورد للغندوره اللي حكيت لي عنها. النهارده يا فندم ده انا ثقيل. شوف يا حماده، انت مش بس السواق بتاعي، لا انت كمان السكرتير بتاعي. عارف يعني ايه سكرتير بالفرنساوي؟ لا. يعني كاتب السر. وانا عندي لك استهاني من ساعه ما استأمنتيني على ست افكار وانا واخد بالي. انا يا حماده عايزاك تعرف لي خط سير البي بيروح فين؟ بيجي منين؟ ومين مقصوفة الرقبة اللي عايزة تلعب بعقله دي؟ خدامك يا فندم. ربنا يكفيني شر البنات الحرام يا فندم. حاجتين مسؤولين منك يا حمادة. أولاً تعرف لي خط سير البي، وثانياً تعرف لي خط سير بنتي. أنا عايزاك تفتح عينيك كويس قوي. أنت عارف البلاوي اللي بتحصل الأيام دي. طمني يا هانم. اقعد على القهوه او روح سينما بدل حبستك دي في العربيه لحد ما انزل. بس بقول لك 10 بالدقيقه تكون هنا، اوعى انزل ما الاقكش. يا ترى هو فايق نايم؟
عشيت قبل ما تنام يا بابا؟ عشيت كويس او كل بس قوي يا لما اتعمل بس زهمادة زهمادة فتحية مالك فتحية زهمادة اعمل معروف ركبني اي حاجة توديني البلد اصلي مفيش فلوس عشان اركب بيها طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي احكي لي؟ في ايه؟ انا حصل ما يتعكيش يا زهمادة ما يتعكيش طيب اهدي عايزك تهدي كده وتحكي لي ايه ازيك عوف حاجه فين حاجه فين سفير حاجه فتحيه غريبه عن مصر الحته الوحيده اللي اطمن فيها عليها عندكم يا حاجه ممكن تبقى لي لحد ما تتدبر بيتك يا ابني يا مرحبا هي بتشتغل عند الناس اللي انا عندهم واتخانقت معاهم ما تعرفش حد في مصر وقعت في عرضي ماشي اهلا فتحية اهلا يا حبيبتي اهلا وسهلا ده انا سريري كبير واسع وقد كده ان شاء الله هتنورين بقول لك ايه ما تعيطيش ده دمي خفيف وهسليكي قوي حتى تسالي حماده كده طب بس كفايه عياط بقى اقعدي استريحي بحول الله يا رب بس انا اخر حاجه كنت اتصورها ان البنت اللي عامله روحها غلبانه دي تسهيله وتهرب هما دايما كده يرفصوا النعمه أيوة. انا فكري ان احنا نبلغ البوليس عشان نخلي نفسنا من المسؤوليه دي لا ما دام ما سرقتش سيره ماما مفيش داعي لدوشه يا اتاخرت عليهم في الجامعه ما تزعليش يا ماما الحمد لله بيت سليم ولا يهمك يلا بداية انت عارف ما بحبش اركب العربيه دي انا عندي ليك مفاجاه حلوه مش هتندم في ايه اصبر اتفضل امر غريب قوي انت موديني فين حماده انت موديني فين انت ما بتردش ليه بتجري ليه بالعربيه انزل انزل ليه انزل في ايه ده مطوه اصل دي مش مطوه ايوه ده عبد الفتحيه انا جايبك هنا عشان اربيك يا وزير عيب يا حماده مش تقول كده انت كده غدرت بيا عيب والله غدرت بيك سفلتك اقلع عيب اقلع ليه اقلع 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 البنطلون بتعمل ايه؟ اقلع البنطلون لو راجل دافع عن نفسك ولا رجوله بس مع بنت غلبان يا خالد انا معايا بس الجزمه هيشتغل حاضر 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 يا مرحبا
حمالة، ابو سيدك حمالة. البس البس، اسلمك النيابه، دي جريمه هتتعرف يا كلب. البس بلاش الدهنه، مستعمل حمالة وزير. جواب لسعادتك. مالك؟ تكبر وسزك. كلب بيضرب بلانس. الله، انت جات ليه بغم ليه يا حسام؟ شفته النهارده على اي دريم. اهو حد يرفص النعمه. شوش مش ملاحظه فوزي، انا دي احلام بتقول بعد ما لقيت الاسود. انا ما يهمنيش ابيض واسود، انا عايز اتفرج. هات لنا حاجه نتسلى بيها، اسداني لب جيلاتي. انا مش هقوم رغيس. ما تقول بقى بصراحه ان انت عايز بقى تزحلقني بقى يا سخسان. بصراحه عايز ازحلقك يا فوزي. قول كده بقى. مبسوطة يا نادي؟ طول ما انت جنبي يا سحسام ربنا يخليك. سحسام خد كل السندوتش. ايه ده؟ بطارخ. بطارخ؟ اصل اشتريت 2 كيلو النهارده ببوري، ولقيت كل اللي بطرخ بطرخ قد كده. لقيت وشك مبطوخ الايام دي، قلت اجيب لك السندوتش ده. والالف هنا والالف هنا. اشهر الاستعراض للاكروبات، سنشاهد هذا الاستعراض من اولاد ياسين. جدا ان الوحش الادامي ده فشفش لك عظمك. عاوز ده مسك راس مدرب الاسود واللي معاه وراح طقشه في بعض زي البيضه. طب ساكتين. يبقى هو بقى اللي تعمد انه يقف قدامك في السلك هناك عشان يجيب لي لك وقعك في الفخ اللي انا سابه لك. اسمع نصيحتي يا حسام وابعد عن الاميره دي. لان لو الوحش الادامي ده وقعت في ايده مره ثانيه هيخلص عليك. ايه لك الاميره في اللي حصل لي ده؟ ما ده تقول لي يا رقم عامله مباحث. اميره مش عامله مباحث، اميره عامله مخابرات. ما اكيد حضرتك عكيت في السياسه قصاد اميره راحت مبلغاهم. يا فوزي ارحمني من المناخوري اللي عندك دي بقى. استاذ حسام شوقي بيه قال لي مديني عليك وعايزك ضروري. ورئيس التحرير عامل لحساب مين؟ لحساب عباس الاهوابي. مبروك يا سام، انا قبلت استقالتك. الو ريم،
ريمي الو يا ريم بتتكلم منين؟ المطار؟ طيب انا جاي لك حالا. والله يا سامر انا كنت فاكر ان خبر قبولي لاستقالتك هيفرحك قوي. فرحتك كانت هتبقى اكبر لما تفسر لي ليه كنت بترفض استقالتي قبل كده وقبلتها دلوقتي. شوف يا حسام، الجريده مش ممكن تسعنا احنا الاثنين، وطبعا انا مش ممكن افكر استقيل واسيب الجريده. الحمد لله انت اتكرمت وحليت لي المشكله دي. انا كان نفسي اسمع منك الكلام ده بيه عمري. قدرت يا سيدي سمعته من غير ما تبيع عمرك ولا حاجه. شوقي عمر الكرسي ده ما بيدوم لحد. لسه زعلان مني؟ بس انت يعني ما كلمتنيش من يوم ما كنا مع بعض عندنا في البيت. مشاغل. مشاغل. طيب يعني انا عموما ما حبيتش اسافر وانت كنت زعلان يعني ولا حاجه. انت مسافره فين؟ بيروت. بيروت؟ اه. تروحي بيروت تقابلي ايه؟ الناس هناك عماله تدبح في بعض. يا سلام، واحنا نقعد هنا نتفرج يعني؟ وانت مجلس الامن ولا الجامعه العربيه؟ جامعه ايه يا حسام؟ انا مسافره مع وفد التضامن النسائي لمواساه اللاجئين الفلسطينيين. ما اقدرش اقول غير كلمه برافو من كل قلبي. تروح وتيجي بالسلامه. يعني مش زعلان مني؟ السما قلت لك انا مش ممكن ازعل منك يا رب ابدا. مش باين. ازغرط. لا انت عايز نصالحك بقى. And you keep me posted. I'll be in touch. Okay. تفضل يا استاذ حسام. ايه حكاية استاذي بقى؟ من فضلك، هنا مكان عمل رسمي. اه. اوى، المرة اللي فاتت صدقتك في المطار، لكن بعد كده في حياتي ما هصدقك. لا المرة دي جد والله. أنا خدت حتة علقة امبارح ولا حرامي جزم في جامع. وحش آدمي كسر لي عظمي. لقيته كان كسر رقبتك بدل دراعك. ميرسي. العفو. آسف. على إيه؟ يعني لا تكون حاجة زعلتك في عيد ميلادي ولا حاجة. تشرب إيه؟ شرب الخضار. وان تركيش كوفي. سادة. وداوت شكر. خش في عايز ايه يا حسام؟ فجأة كل حاجة اتلخبطت في حياتي. ايه اللي لخبطها؟ الستات؟ ما حضرتك قلت ان هنا مكان عمل رسمي. مظبوط. النهارده خدت اكبر نوك اوت في حياتي. من ساعتها وانا حاسس ان الدنيا ضلمة حواليا. ولا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا عندي ثقة انك انت الوحيدة اللي ممكن تمدي لي ايديكي وتخرجيني من الضلمة اللي انا فيها دي. ياه، ما كنتش فاهمة اني مهمة قوي كده بالنسبة لك. ورحمة أمي يا أميرة، أنا لو مش في مكان عمل رسمي أنا كنت بوسط إيديكي ورجليكي عشان أثبت لك أنت مهمة قد إيه في حياتي. حسام، اقعد مطرحك. اقعد مطرحك. إيه بقى الموضوع بالظبط؟ شوقي يا ستي. شوقي؟ يس. يس يور إكسلنسي. معقولة؟ للدرجة دي؟ لا يا فندم، أنا هروح السفارة فورا وأعتذر بالنيابة عن سيادتك. لا مفيش داعي، بس عشان الإحراج. فورا. لازم أمشي فورا. لا، أنا كنت محتاج لك النهاردة عشان أفضفض لك باللي في قلبي. كلمني في التليفون. مش هينفع في التليفون. أنت هتفضي إمتى؟ النهاردة بالذات بقى معرفش ظروفي خالص. آه.
النسوان نعمة واللي كرههم ياما. شحاب ومد ايديه يا محسني لا لا رب لا لا. تأخرت ليه يا فوزي؟ نسوان على الساعه 2 ونص بعد نص الليل هجيب لك نعمه منين؟ روح عايز ارتاح شويه. روح ايه المجنون ده؟ الشر عليك. طيب ريح يا سحسان. انا زهقان. انا ليه بعد الشر عليك؟ انا متضايق متضايق خالص يعني. من ايه يا سحسان؟ الناس مضايقاني. كنت عايز صوفي الزهين عاوز اقدم استقالتي. تعرف انت مقرور عليك برجل. انت مقرور عليك والله. دي عين وصابتها. دي واحده اجيب لك شويه ملح ارقيك بيه. ثانيه واحده. ايه يا سحسان؟ أنا تحت أمرك يا أستاذ حسين. تحت أمرك. اتفضل بس ارتاح. ارتاح يا أستاذ حسين. ارتاح طيب. مالك يا أستاذ حسين؟ في إيه؟ ما تزعليش مني أنا مش زعلانة بس أنت مش عارف. أنا بس. لا يا أستاذ حسين. حضرتك. حرام عليك انت تمشي خالص يا حسين. هتشتغل ايه بعد ما قدمت استقالتك في الجريده؟ الحاج شكري كان عرض عليا امسك مؤسسه لنشر كتب التراث. الحاج شكري ما بيشغلش اي حد عنده الا اذا كان في مركز مرموق في الدوله. ومش هيشغلك ساعي عنده لما يعرف انك انت قدمت استقالتك. لازم تسحب استقالتك فورا. شوف يا اميره انا اتعودت يا اكسب كل حاجه يا اخسر كل حاجه. ليه ما سالتش نفسك ليه شوقي قبل استقالتك اليومين دول بالذات؟ اوه ده الف سبب وسبب. اهم سبب فيهم انه عايز يضيحك من قدامه في الانتخابات. يعني على العموم انا حسبت حساباتي لقيت ان اكرام لي ان انسحب من قدامه دلوقتي. ليه؟ لانه قدم للناخبين حاجات انا ما اقدرش اقدمها.
تصوري انه وعد كل شاب صحفي بشقه تتسد الثمن على 30 سنه ازاي؟ شوقي ما يقدرش يعمل كده الا لو اخذ الجرين لايت من الحاج شكري. يعني يعني انت ممكن تحط ايدك في ايد الحاج شكري وتنفذ الوعود دي؟ وايه اللي يخلي الحاج شكري يعني يقف جنبي ويسيب شوقي؟ عشان انا عايزه كده. يا ترى وقفتك جنبي دي يا اميره اعجبا بيا ولا مصلحه لي؟ الاثنين. مصلحتي دلوقتي ان شوقي يسقط في الانتخابات وان شاء الله ربنا يقدرني واشيله من رئاسه التحرير. انا بحسدك يا اميره. على ايه؟ عارفه انت عايزه ايه بالظبط يا بنت الايه؟ بنت الباشا يا باشا. لا مفيش، ده المفتري شوقي رفضوا من الجريده واصيب بشلل نصفي، مش هيخف منه الا لما ينجح في الانتخابات. انتخبوا الرجل الحر من اجل الديمقراطيه حسام منير، انتخبوا حسام منير ابن الجريده. يا اميره قوي. بارك الله فيك يا اخ حسام. الله يبارك فيك يا حاج شكري. شكرين قوي. مبروك يا حاج. مبروك يا حسام. مبروك 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 يا فندم. مبروك يا مبروك يا مبروك يا مبروك. انا كده مش قادر اقدر جمايلك خالص. وشوقي كمان عمره ما هينسى اليوم ده هوت وقهرته فيه. شوقي مين اللي عزم شوقي؟ انا اللي عزم. انت عزمت شوقي؟ مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا شوقي. الحقيقه طول ما انا جاي في السكه محتار، اهنيك ولا هني اميره؟ احنا الاثنين، بس الوحيد اللي ممكن يرد على السؤال ده انت يا شوقي. اذنكم. معقول؟ للدرجه دي وجودي معاكي بقى يضايقك؟ اطلاقا، انا خايفه لحسن يكون وجودي هو اللي مضايقك. انا عايزه اسيبك تتكلم براحتك وتقول كل اللي انت عايز تقوله وتشتم براحتك. اوكي. كاس في صحة نجاحك؟ انا معدتي تعبان يا شوقي. انت راجل معدة ايه؟ ده انت تشرب المحيط ولا الحاج شكري فقعك كام فتوى من فتاويه؟ لا اخي بقول لك فتوى ايه؟ انا بقول لك انا معدتي تعبانه. لا يعني قال لك ان الخمره من الكبائر وان الحشيش حلال. عاوز تقول ايه يا شوقي؟ لا الكلام اللي انا عايز اقوله بقى كلام وسخ قوي، ولو قلته في وسط الناس هتبقى فضيحه. احنا نسكر مع بعض للصبح وتسمع كل الكلام. لا 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 ما انا للاسف يا اخي فوزي انا اوقفت التعامل بالجنيه المصري. يا ده الحظ الدكر. ان كان عندك دولار امريكي او فرنك سويسري انا تحت امرك. ايوه بس انا كده لو غيرت هخسر كتير. ايوه ما تاخدش بالك، ما انا هديك كمان هحط اسمك في كشوف البركه ويمكن ارباحك تاخد فيها 100%. يا ده الحظ النتائي. لا من بكره هيكون عندك الدولارات. احنا باين علينا سكرنا يا اخي. انت اللي سكرت قبل ما اقول لك بقى الحكايه الكبيره. ايه بقى الحكايه الكبيره؟ انت عارف اميرة عندها كام جوز جزمة؟ انت عدتهم يا شوقي؟ فوق الالف جوز جزمة يا سيدي. تعرف الرجالة بالنسبة لاميرة زي اي جزمة، تلبسها شوية وبعدين ترميها. يبقى العيب مش في اميرة. امال العيب في مين؟ العيب فيك انت شوقي اللي قبلت تبقى جوز جزمة في رجل الاميرة. في دي معاك حق يا حسام. يلا بقى عشان الناس المعازيم قلقوا دلوقتي قوم. لا تقوم فين؟ انا لسه ما قلتلكش بقى البومبة الكبيرة. لا كل بومبة طلع في سنك الا البومبة دي. البومبة دي بقى هتفرقع فيك انت يا حبيبي. ايه بقى اقول؟ انت شفت اوضة النوم بتاعت المرحوم ابو اميره الباشا الكبير؟ سلام على دي. انا نفسي اخش انام في الاوضه
انا نفسي اموت في اوضه يا شيخ. شوقي انك هتقول كلام وسخ، بس بعد اللي انت قلته ده انت شخصيا طلعت وسخ. يا هشام يا علاء، انا بقى لازم اروح. يا علاء مجنون انت، الناس حوالينا مجنون. يا علاء انت مجنون انت. انت اتكتب لك عمر جديد يا استاذ حسام. ده المخبر اللي كان مكلف بحراسه شقتك. لما شاف لولو بيحوم بعربيته حوالين البيت حاول يقبض عليه، لكن لولو ما ادالوش فرصه وهو اللي ضرب عليه النار. يعني قبضت على لولو؟ للاسف هرب، رغم ان المخبر ضرب عليه 5 طلقات. واضح جدا ان لولو ده حاطط لي في دماغه مصر انه يقتلني يعني. ده اكيد. اكيد. وخصوصا بعد ما لقينا المقاله دي في عربيته وعليها صورتك. المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك دلوقتي عليك انك تهدى وتطمئن، وباذن الله هنتخذ الاجراءات اللازمه. اهدى واطمئن. اهدى واطمئن. بالقرض ابو 5 مليون جنيه ده هتقدر توفي وعودك للناخبين وتنفذ مشروع الاسكان التعاوني. انا مش عارف اشكرك ازاي يا حاج. يعني كان لازم اميره هانم هي اللي تقنعك بالتعاون معانا. بصراحه يا حاج ما حدش كان يقدر يقنعني ان اتعاون معاك غير اميره. ربنا يستر ما تغيرش رايك بعد كده. انت بالشكل ده يا اختي اميره هتخليني اصمم ان الاستاذ حسام ما ينزلش من هنا الا لما يمضي عقد بصفته مستشار اعلامي للشركه. يا سالم، سالم. نعم يا حاج. تعال بسرعه. خلاص يا حاج اعتبرني مضيت. انا عامل لك اجر متواضع حبتين، 2000 دولار امريكي في الشهر. لا يا حاج حرام عليك. حسام لازم ياخد 3000 دولار في الشهر زي ما كان شوقي بياخد بالظبط. سالم ابن اختي والسكرتير بتاعي. اعمل عقد الاستاذ حسام بصفته مستشار اعلامي للشركه. مبروك يا اخ حسام. الله يبارك فيك. الله، انت مش فاكرني؟ مش فاكرك ازاي؟ ازاي؟ الله، مش انت اللي كفرت ابو الطيب المتنبي؟ وسررت منك يومها عندما قررت انه يستحق الضرب بالسرم. بارك الله فيك. حسام لو سمحت ممكن توصلني للدور اللي فيه مكتب رئيس التحرير؟ عايزة رئيس التحرير ليه؟ مفيش، أصل أنا كنت بعت له رسالة من بيروت عن انطباعات بتاعه أحوال كل اللاجئين في معسكر صبرا وشتيل. حلو أوي. حلو إيه؟ هو أنت كنت قريته عشان تعرف حلو ولا وحش؟ مادام أنت اللي كتبتيه يبقى حلو أوي. عارفة يا ريم من يوم ما وصلتك المطار ما رضيتش أغسل وشي. إيه ما عندكوش مية ولا إيه؟ عشان تفضل بوسك معلمة بخدي. حسام. نعم. أنت كده هتخش النار. ما دام على ايديك يبقى انا موافق. صباح الخير يا سيدي. امال فين رئيس التحرير؟ ثانية واحدة وهيكون قدام عينيكي. يا جماعة بيشرفني إن أنا أقدم لكم الأنسة ريم اللي عملت التحقيق الهايل عن معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. برافو برافو.
من النهارده الانسه ريم السكرتيره الخصوصيه بتاعتي. اتفضلي سجل الاجتماع. بقول لكم ايه؟ انا عايزكم تنسوا ان انا رئيس تحرير. كل واحد فيكم رئيس تحرير وهو اللي هيبقى رقيب على نفسه. انا عمري ما هبقى رقيب على حد. رد على التليفون. الو؟ ايوه موجود. مدام اميره. مش كنت تساليني الاول انا موجود ولا مش موجود؟ الو؟ اهلا. لا دي سكرتيره جديده. لا ما اقدرش اصلا انا من الصبح بدري اكون مسافر سويس عند مؤتمر الصحافه والاعلام الافريقي. طبعا اول ما هرجع هتصل بيك على طول. سلام. احنا كنا بنقول ايه يا جماعه؟ كنت بتقول كل واحد يبقى رقيب على نفسه وذنبه على جنبه. بتاعتك كانت عظيمة. الأنسة ريم السكرتيرة بتاعتي. أهلا وسهلا. أهلا. أنت على فكرة هتتبسط جدا في شغلك مع حسام. والله أنا هتعمل كلام حضرتك شهادة عظيمة في حق حسام. شوقي بيه رئيس التحرير. سابقا ها؟ وحاليا رئيس تحرير أكبر جريدة من جرايد المعارضة وإيه صحف خطاب صحفية معتبرة يعني. لا وكمان غير صحفية. عن إذنكم. ياه ده إحنا بعدنا عن الأوتيل خالص. إن كان عليا أنا عايز أبعد بيك عن الدنيا كلها. وايه المناسبة؟ في كلام كتير عايز اقوله لك. مستني ايه ما تقول؟ وانت بالذات مش كل الكلام اللي اتقال لك. لا لا لا، إذا كنت مؤمن بيه قوله ما يهمكش. نفسي أقعد معاك في حتة ما فيهاش أي مخلوق. وبعدين؟ وبعدين يا حسام. وبعدين؟ نقعد ندرس لحد ما يطلع علينا الحب. سير. نعم. انت ألذ كذاب شفته في حياتي. الله الله. ما قول حضرتك عايز تخطفني تاخدني في حته بعيد عشان تقعد تدردش معايا. امال انت شايفه ايه؟ انا شايفه انك عايز تاخدني في حضنك وتموت فيا. اهنيك على الضربه الصحفيه دي. عارف يا استاذ. انا عارف انك بتحبني يا شباب. ما هو انت لازم تهدي يا امير عشان اعرف نتفاهم. طب ممكن افتح الباب واجي لك على طول؟ هفتح الباب. ايوه هنادي. لا يا ست مش ريم اللي جت. يا اميره بطلي عصبيه وعقلي. طب ثواني وحجيلك. مع السلامه. لمؤاخذة يا هنادي انا لازم انزل دلوقتي لان عندي مشوار مهم قوي. مالك يا هنادي في ايه؟ مش عارفه اضحك ولا افرح ولا اعيط. اوه يا هنادي من فضلك فهميني ايه الحكايه. انا حامل يا سي حسام. انت حامل؟ حامل ازاي؟ انت بنت مش بعظمه لسانك قلت لي انك انت اتجوزتي مرتين قبل كده وما خلفتيش. حكمه ربنا بقى يا سي حسام. طب ايه اللي خلاك تحبالي دلوقتي؟ اشمعنى انا؟ استرني واستر عليك ربنا يا رب. من فضلك من غير عيار، من فضلك. حل المصيبه اللي احنا فيها دي وبعدين استرك اللي انت عايزاه اعمله لك. انا مستعد اعمل اللي انت عاوزه ورجلي في رقبتي. شوف يا نادي انا
انا طبعا يساعدني ان انا اجيب منك عيل وكل حاجه، بس انت عارفه الجواز ده محتاج تدبير وتفكير. انا مش هكلفك حاجه، كلها 25 قرش تمن المأذون. انا مش عايز 25 قرش بتاعت زفت. نادي يعني انت يعني يرضيكي انك انت يعني تبقى قاعده في الكوشه في وسط الفرح قدام العزيم وبطنك باينه من تحت الفستان؟ مش ممكن طبعا. يعني لا لا مش معقول طبعا. انا لا، انت لازم الاول تخلصي من اللي في بطنك علشان شكلك يبقى كويس في الكوشه، انما بالطريقه دي انا ما يعجبنيش. كان منعني بقى العيل منك. معلش، خيرها في غيرها. لسه في خيرها ولا غيرها؟ اللي بتلسم الشوربه بيخاف من الزبادي. شو بيكون زبادي ده؟ ايه العبط ده؟ انا فعلا عبيطه، انا صدقت ان ربنا ينصفني على ايديك، لكن اعمل ايه؟ نصيبي كده. منك لله بقى، منك لله. اتأخرت كده ليه؟ أميرة، ما تخافش ولا حاجة، دي مسافة السكة، وأنا عايزك تهدي بقى عشان نعرف نتكلم، ممكن؟ نتفاهم؟ إذا كنت أنا شايفاك بعناية دولت وأنت بتبوس البت دي، دي! ليه بس سوء الظن ده يا حبيبتي؟ سوء ظن؟ بقول لك شايفاك بعناية دول! لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أميرة البنت عينيها اتطرفت، في شوية رمل دخل في عينيها، نفخت فات، ما فيهاش حاجة. لا طيب، وحنين، وكذاب و60 كذاب. ليه لما كلمتك في المكتب ما قلتليش إنها ريم؟ أنا عارف إنك حساسة من ناحية البنت ومش عاوز أجرح مشاعرك. بعد الأميرة هانم زي فقار تغير من بنت صغيرة زي دي؟ إيه يا أميرة في إيه؟ إيه يا زربونة يا تركية أنت؟ أنت بلد؟ اضحك اضحك تعالي تعالي. وبعدين مش عاوزك تحققي الدنيا على حاجة تافهة كده يا أميرة. مش معقول تفضلي مشدودة على طول كده. ليه يا حبيبتي كده؟ ليه؟ يا أميرة، أميرة، في إيه يا حبيبتي؟ معقول؟ خلاص عليك؟ إيه اللي يرضيك يا أميرة؟ تحب أفصل ريم من الجريدة؟ لا أفصلها. أنا ما بحطش راسي براس أي حد. حسام اسمعني، أنا عمري ما فكرت في يوم إنك ممكن تكون جوزي، لكن أعمل إيه؟ نيلت وحبيته. دي نقطة الضعف الوحيدة اللي فيا. انت لازم نتجوز. نتجوز حبيبتي، بس اصل انت اصلك فاجئتيني. ليه؟ ما عندكش شقة ولا لسه هتحوش المهر؟ أنا كنت فاكر يعني إن جوازي منك هيعطل مصالحك مع الناس يعني. مالكش دعوة بمصالحي، هدوس على مصالحي كلها، بس لازم نتجوز فورا. نتجوز؟ آه، بس فورا دي صعبة تحقيقها. لازم الأول يا أميرة أعيد حساباتي. إيه؟ تعيد حساباتك؟ أنا اللي هعيد لك حساباتك. مين اللي نجحك في الانتخابات؟ مين اللي خلاك رئيس تحرير؟ مين اللي خلاك شخصية مهمة في المجتمع؟ مش أنا أميرة ذو الفقار؟ أبقى ابن 60 كلب لو أنكرت فضلك عليا يا أميرة هانم. بس مش عيب تعاير الراجل اللي أنت اخترتيه يبقى جوزك. تصبح على خير يا أميرة. حسام الحقنا يا حسام، انا اتخرب بيتي. ما حدش اتخرب بيته غيري. تحويشه العمر راحت، اتسرقت. مين اللي سرق؟ الحاج شكري. يا فوزي بطل الهباب اللي بتشربه.
وده عشان تبطل تفتري على الناس. والله العظيم الحاج شكري سرقني. سرقك ازاي؟ انا بسلامة نية كنت عين عنده تحويشة العمر عشان يستثمرها في شركته. ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ فيها ان كل فلوسي وفلوس المودعين اللي عنده طارت. طارت ازاي يعني؟ طارت كده اهو على لندن هناك. الحاج شكري كان بيضارب في بورصة لندن ب 170 مليون دولار خسرهم. انت جبت الكلام ده منين؟ اهو كل وكالات الانباء قايلها على التيكرز النهارده. ده انا مدي امر مطبوعات لحساب الحاج شكر على مسؤوليتي ب 2 مليون. الو؟ ايوه يا ريم. مستشفى ايه؟ طيب طيب جاي جاي. سايبني ورايح فين يا حسام؟ رايح اشوف المصايب اللي بتحدف على دماغي النهارده. مدام تعبانه جالها نزيف حد بعد عمليه الاجهاض، تقدروا تشوفوها بكره. من فضلك يا كريم وصليني بعربيتك احسن على طولي. خد شاي مع الاسبرين وهتبقى كويس دلوقتي. ميرسي يا ريم قوي. على ايه؟ لأنك وقفت جنب هنادي في مهنتها. الحقيقة هنادي تستاهل إن الواحد يقف جنبها. لما في ناس ما يستاهلوش حتى إن الواحد يبص في خلقتهم. تقصدي مين؟ حضرتك. أنت إنسان ما عندكش لا أخلاق ولا ضمير. أيوة ريم. ما تنسيش إنك السكرتيرة بتاعتي. اعتبرني مستقيلة من النهاردة. ريم ريم. ممكن أعرف أنت عايزة تستقيلي ليه؟ خبر جوازك من سلالة الحسب والنسب أميرة هانم. يا حبيبتي ده كلام جرايد. أنت عارفة إنها مؤامرة من شوقي عشان يورطني في الجواز من أميرة. ماشي أوكي مؤامرة من شوقي. ماشي تكذب بقى الخبر ده. فورا يا حبيبتي. مش بس كده. نعم. تعلن كمان عن خطوبتنا. خطوبتنا؟ أنتوا جرالكوا إيه؟ حبيبتي أمرنا ما اتكلمنا في حاجة زي دي مع بعض. انت مش خدتني في السويس وقعدت تقول لي يا ما نفسي يا ريم اخطفك واهرب بيكي في حته بعيده ما يكونش فيها حد غيرنا. انا ما انكرش ان انا قلت حاجه زي دي. طب ما تنكرش يعني عايز تاخدني بعيد عن الناس ليه؟ تلعبني كوتشينه يعني؟ حبيبتي انا يسعدني انك تبقي شريكه حياتي بس. بس ايه؟ في مصالح مشتركه بيني وبين اميره. مجرد ما اخلصها انا اللي هبوس ايدك عشان تبقي شريكه حياتي. حسام يا مصالحك مع اميره يا تعلن خطوبتنا فورا. أرجوك يا ريم ما تسيبنيش. أنا عمري ما كنت محتاج لك زي النهارده. أنت مش محتاج لحد غير نفسك يا حسام. مش راضي ينشر حاجه يا حاجه الا لما الشركه بتاعتك تسدد ب 2 مليون جنيه اللي عليها الجريده. طب يا اخي ما تصرف قرشين وتمشي امورنا. انا خفت اعمل كده يا حاجه تقول ان الرشوه حرام. معاك حق فعلا. طب انا هكتب لك شيك بالمبلغ. ايوه كده بقى يبقى شغلنا شرع 100%. يا حجوج انت. ايوه ايوه ادي شيك اهو يا سيدي. همتك بقى من بكره تنزل الحمله. لا بلاش بقى بكره حاجه بس مش هقدر. ليه؟
مش مباحث امن الدوله فتنت لي عليك وقالت لي انك تاجر مخدرات. اعوذ بالله من غضب الله، انا تاجر مخدرات؟ انا عمري ما تاجرت في المخدرات. انت قصدك يعني على الحشيش اللي ظبطوه عندي في البيت؟ ابدا، ده كان عشان استعمالي الشخصي. 5 طن حشيش يا حاج لمزاجك الشخصي؟ 5 طن؟ 5؟ الله، انا عايز افهم انت مع مين؟ انت معايا ولا معاهم؟ بصراحه يا حاج انا مع المدعين الغلابه اللي انت ضحكت عليهم باسم الدين وخدت فلوسهم وفي النهايه ضربت بفلوسهم في البورصه عفريت. والكلام ده ليه ما قلتوش لما كنت بتيجي اول كل شهر تقبض 5000 دولار؟ دولار ينطح دولار. انا ما كنتش عارف انك راجل وسخ. وسخ؟ وبعون الله يا حاج وهدائنا اهي. لما كان خراب بيتك هيبقى على ايدي لما اشوف صورتك وفضحتك بكره في الصفحه الاولى في الجريده. اهي. بكره؟ ده لو عشت لبكره. لولو! دلاعه لولو! هو انت بقى اللي كنت بتسلطه عليا؟ انا ما كنتش بسلطه عليك، ده كان بيهزر معاك بس، انما النهارده اوعدك انه هيقطعك ويعملك كفته. دلعها لولو. ليه كده يا لولو؟ خليهم يحضروا اوضه العمليات.
اقف عندك ولا حركه. انت ده ايه عايز حسام يموت وما عيطش عليا اخويا انت كمان؟ ما حسام اهو بسبع ارواح زي القطط. ايه يا فوزي تعالى ليه طيب؟ بصي فلوسي ضاعت يا القبض على صاحب شركة الإيمان لتوظيف الأموال. يعني معلش شد حيلك يا فوزي. شد حيلك دي فلوسك يهمك حاجة، المهم حسام يرجع بالسلامة. يرجع منين يا اخويا انت كمان؟ من لندن، ما هو خدوه المطار دلوقتي حالا عشان يعالجوه في لندن. يا مصيبتي يلا بينا يا اختي لسه طافي. حسام طلع الطيارة خلاص، وازاي تسيبيه يمشي من غير ما نشوف؟ فاضل خمس دقايق بالظبط على الطيارة، ساب لنا الجواب ده احنا التلاتة. أميرة، ريم، هنادي، والله العظيم أنا حبيتكم أنتم التلاتة، وكان صعب عليا أوي إني أفضل واحدة منكم، عشان كده اخترتكم أنتم التلاتة. يا ريت اقدر الاقي الست اللي فيها طعامة وشقة ودريم ورقة وزق أميرة وطيبة وحنية هنادي. لو ده حصل هبقى أسعد إنسان في العالم. مش حضرتك الأستاذ حسام منير؟ أيوة فندم. سلامتك، إيه اللي عمل فيك كده؟ أقول لكم ما تزعليش. إيه؟ الستات. دمك خفيف زي كتاباتك بالظبط. تعرف ان انا طول عمري معجبه بيك وبكتاباتك. تتجوزيني؟